افتتح اليوم المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2022 للمرة الأولى حضورياً منذ عام 2019 وافتراضياً أيضاً، وما رأيناه هو الحماس الواضح في المنطقة العربية للتجمع مرة أخرى وللتداول وجهاً لوجه بأمور التنمية المستدامة. طبعاً كان الوضع الإقليمي والعالمي بما فيه الأزمة في أوكرانيا واضح جداً في مداخلات جلسة الافتتاح، كما شهدنا مشاركة قوية في الجلسات المتعلقة بالهدف الرابع حول التعليم الجيد والهدف الخامس حول المساواة بين الجنسين. كانت هناك جلسات خاصة حول الإنفاق الاجتماعي الذكي، حول النظم الإيكولوجية، حول العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي. وتوج اليوم بحوار رفيع المستوى بين وزارات التخطيط ووزارات المالية في العالم العربي بمحاولة منا لإطلاق حوار صريح وضروري بين هاتين الوزارتين لتعزيز التنسيق من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. تلا هذا الحوار جلسة خاصة حول تقرير تمويل التنمية في مصر، وندعوكم جميعاً لمتابعة جلسات يوم الغد بدءاً من الساعة 10 صباحاً بتوقيت بيروت.